هذا الأمر مفرح إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل قائد حقيقي لمحاولة حصر السلاح في يد الدولة وفتح ملفات الفساد، لكن كيف أني أحاسب الآخرين وأني متهم بفساد وأني كذلك لدي أجنحة مسلحة ولجان اقتصادية وهيئات اقتصادية؟ خلينا نكون صريحين، نعم، كيف أحاسب جهات أخرى وأني قد أكون جزء من هذا من هذه المشكلة؟ ما كل قوة أو كتل أو قوة تحالف إنقاذ وطن هم جزء من العملية السياسية منذ 2003. الدعوة التي وجهها السيد الصدر كانت للجميع، من الفساد ولم يمتلكوا أجندات وفصائل مسلحة وأجنحة مسلحة؟ طيب، قطعا لا، كانت للجميع، يمتلكون لجان اقتصادية وكذلك يمتلكون فصائل مسلحة ومتهمين بالفشل، لم يوفقوا في إدارة دفة الحكم طيلة 19 عام، فكيف نعول عليهم أن يجوا يؤسسون لعملية سياسية جديدة وأغلبية وطنية؟ أعتقد أنه إذا ما أردنا أن نذهب بمحاولة حلحلة الأزمة، خلي مجلس النواب الذي هم ممثلين الشعب يذهبوا بتعديل الدستور وتحويل شكل نظام الحكم إلى نظام شبه رئاسي، طيب، ينتخب فيه رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، ليكون الشعب هو المسؤول قادما في الأيام القادمة. إذا ما ذهبنا إلى هذا الاتجاه وحاولنا أن نعدل شكل نظام الحكم، الشعب هو الذي سوف يكون مسؤول عن فشل الحكومات وعن فشل رئيس الجمهورية. وضحت الفكرة سيد الشمري.